طبعا بتسقفوا للتوك توك. هم سقفوا لك يا حبيبي. يلا يلا سقفوا له على ايه؟ ده انا ظهري اتحنى طول من الليل. أعوذ بك من الخبث والخبائث. طلعت منين أيها الشيطان؟ في إيه يا عم؟ أنا كنت قاعد جنبك في التوك طول الطريق. أنت كنت قاعد جنبي؟ آه. ما شفتكش. وأنا لازم يعني أبقى حسين فهمي عشان تشوفني. حسين فهمي؟ ده شكل حسين فهمي. أنت بالكتير سدي على أوباما. ده أقل واحد في عيلتنا. يا سلام. وإيه ده؟ إيه ده؟ يا نهار أبيض. صحيح. غزارة في الإنتاج وسوء في التوزيع. كنت عايز منك خدمة. أصل أنا ورثت حلتين مصديين من أم الله يرحمها. ممكن السلك ده ألمع؟ يا عم السلك إيه يا عم؟ أنا صاحب التوتو كانت حق التوصيلة. حق التوصيلة المفروض أنت اللي تدفعها لي. ليه إن شاء الله؟ عشان ظهري اتحنى طول ما أنا راكب وزقيته أكتر ما ركبت والناس قعدت تتريق عليا. اللي يقول لي والنبي ده قدك عشان تركب، واللي يقول لي ده مش عايز بنزين، ده عايز عربيه نص نقله ترضعه، ده غير التلوث السمعي. ايه الاغاني الهباب اللي انت مشغلها دي؟ في الشريط لام كلثوم، عبد الوهاب، فريد، ورده، فيروز. مين دول؟ مين دول؟ امال مين الهباب اللي انت كنت بتسمعها لي؟ اخر واحده. ايوه دي هيفا. والله ما حد هيف غيرك. كانت بتقول ايه هيفا دي؟ لايك الواوا، بص الواوا، خلي الواوا يصح. شو عليك يا ادم؟ ابص الواوا يا تافه؟ ادور على الواوا عشان ابصها؟ ولا الغلوه الثانيه؟ الصراحه راح يا سيدي وانت ما بتعرف. ايه قله الادب؟ انت ترضى مراتك تقول لك وانت ما بتعرف؟ يا ريت. انت جلسك ايه هلا؟ اشوف البطاقه. اطلع بره. بره مش هطلع بره يا عم. مش طالع بره غير لما تديني الاثنين اهيف بتوعي. كم؟ اثنين اهيف. صلحي وجيه يا باشا. كلم. على السلامه. الحمد لله على السلامه. كلم. يا باشمهندس. كلم. لا لا لا، ده مش من الفصيله دي، ده يا عم خلصت. انت مين دول؟ انت مش عايز اتنين اهيف؟ اه اتنين اهيف من بعض. خلصت يابا، اديني اغنيتي ما تخش اعملها معاك. اوعى تعلي صوتك، هديك بالبوكس على قفاك. تعالى هنا. عايز كام؟ اتنين اهيف. يعني كام؟ يعني اتنين دولار. هات امك. التوك توك ده بالدولار؟ يا عم انا ما بركبش معاه غير سياح وما بقبضش غير بالدولار. سياح؟ طبعا، عشان يتفرجوا على غرائب الطبيعه. اتنين اهيف يعني اتنين دولار؟ اه. هخدمك. ايه؟ تاخد اتنين بعافيه. ايه اتنين بعافيه ده؟ اتنين جنيه مصري. ده انا معاه منه بتكون ما بقاش السرف دلوقتي. ايه ايه؟ طب تاخد اتنين وتقرا عليهم الفاتحه؟ مين؟ اتنين دينار عراقي؟ خلصني يابا. خلصني يابا، واديني اغنيتي ما تخليش اعمل معاك الصح. بتعمل معايا الصح؟ اه. هو انت في التوك توك كنت بتعمل معايا الغلط؟ ايه ده اللي خلاك تقول الكلمه دي؟ هذا وزك شيطان. وزك. وانا اقول التوك توك عمال يطلع وينزل يطلع. اوعى تقول الكلمه دي تاني، تمام؟ ابهدلك. اول مره يقولها. بقول لك ايه يا وجيه؟ يا باشا الدولار بكام النهارده؟ دولار يا باشا؟ ايوه. امريكي؟ لا اليمني. ده عبيط؟ عبيط. شهبوش مهبوش، لو مرالي ما يصرفوش ما يصرفوش. تصدق ان انت عبيط؟ هي البورصه هنا يعني؟ قدامك سكه سفر. اه. برغي فين؟ برغي فين؟ برغي فين؟ فين هي متخلف؟ خمسة ونص وخمسة ونص يبقى 11. كتير يا باشا كتير. كتير.
12. لا 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 المشوار ما يستاهلش. انا ما احبش. 20 جنيه. الله 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 الله. لا ده يقولوا اقل اقول اكتر. الله ده مش هينفع يا شباب. خلاص هنتقاسم يا 60. ايه 70. 70 ايه؟ المحفظه اتسرقت. ايه الواد ده اللي سرق؟ ليه يا حرام يا مصر؟ ايه عامل فيها قرد يا عم؟ انا مش حرامي يا عم. طلع بتفتش فين يا طويل يا اهبل؟ اكيد خباها هنا يا باشا. هيخبيها فين؟ ايوه صح، دي المنطقه الغزيره اللي عندي. لقيتها. ها شفت يا نصاب؟ حرامي صح؟ ايوه جن حرامي. ولونها اسود. ولونها اسود اهي. ايه كافر؟ ايه ده انا بقى الاسبوع قلب على الدنيا. حد معاه قطه؟ انت متربي فلاني انا هنا؟ يبقى مخبي المحفظه. طلع المحفظه. ما خدتش حاجه والله العظيم. ما خدتش. وجيه يا باشا خده على المخزن واعمل معاه الصح. عينيا يا باشا.